أما الآن فإلى بانوراما أونلاين وأبرز التداولات في منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، وفيها نستعرض قضية الأسير أحمد مناصر الذي قضى ما يقارب عاما كاملا في العزل الانفرادي، وقدمت النيابة العامة ومصلحة السجون طلبا للمحكمة المركزية في بئر السبع لتجديد عزل الأسير أحمد مناصر 6 أشهر أخرى. تبت فيها المحكمة يوم الخميس القادم 24 من تشرين الثاني بعد تأجيل الجلسة التي عقدت أمس بعدما تم مناقشة طلب الدولة من قبل طاقم الدفاع وإظهار الخيوقات العديدة في الطلب، كل ذلك في ظل وضعه الصحي المتفاقم والذي بحسب أطباء متخصصين يحتاج عناية طبية عاجلة وفورية خارج السجن. المحامي خالد زبارقة محامي الأسير أحمد مناصر قال في تصريحات سابقة إن الوضع النفسي للأسير أحمد مناصر هو وضع خطير للغاية ويحتاج عناية فورية وعاجلة، وإن السياسات المتبعة من قبل النيابة ومصلحة السجون ضد أحمد والعديد من الأسرى ما هي إلا جرائم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية وتخرق كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. صفحة الجرم موقع على تطبيق إنستغرام نشرت فيديو لوالدة الأسير مناصر وهي تروي لحظة أن أمسكت إصبع ابنها للمرة الأولى بعد 7 سنوات. اللي محكوم من عمر 13 سنة من عمر الورد وفي سجون الاحتلال، والحمد لله اليوم ربنا وفقني إني ألمس أصبعه، لمست أصبعه وما ابني قادر يترك أصبعه ولا أنا قادر أترك أصبعه. بعد يعني قديش وقت مسكتي أصبع ابنك اليوم؟ يمكن دقيقة دقيقة. لا قديش إلك ما مسكتي؟ إلي سبع سنين. طلب لي المحامي من القاضي أسلم على ابني، رفض، حكينا له بس أصبع إيد ماشي بس أصبع، وافق وأصبع من 7 سنين مش لامس ابني حبيبي اللي 7 سنين على أصبع لمسته بس. وأيضا تواصلت ردود فعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالإنجاز الجديد لفلسطين بعدما تبنت لجنة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة مشروع قرار فلسطيني يطلب استشارة محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي وأثاره على الشعب الفلسطيني. نتابع هذا الفيديو الذي نشره موقع بويكوت فور بال على صفحته ونعود لنتابع التعليقات. وجاءت إحدى التعليقات من الناشطة فيتام تقول في التعليق: يا رب من عندك الفرج ونشوف أرض فلسطين حرة وكل أراضينا العربية حرة ومتحدة وشعوبنا لا يفرقها مستعمر ولا خائن وتلغى كل الحدود بيننا يا رب. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام جولتنا البانورامية، دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.